مشروعات تنموية وخدمية واستثمارية شهدتها محافظات الصعيد ساهمت في تغيير حياة المصريين في مختلف المراكز والقرى والنبوة كمان. لأول مرة بتشهد محافظات الصعيد مشروعات مهمة جدا تم تدشينها لتوفير حياة كريمة للمواطنين. معانا على التليفون لواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد عشان نعرف منه جهود الهيئة خلال الفترة الماضية. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير استاذ شاذلي، تحياتي لحضرتك استاذه منى وتحياتي للدكتور ايمن. يا اهلا بحضرتك. انا مصدق. من الواضح طبعا اهتمام الدوله بالصعيد ليه اهميه خاصه، ودليل على ده هيئه تنميه الصعيد. يعني هذه الهيئه تم انشائها خصيصا للمشروعات التنمويه الموجوده في صعيد مصر. نتكلم في البدايه عن اهميه هذه الهيئه، عن دورها، عن قانون هذه الهيئه والمحاور كمان اللي بتتحرك فيها. خلينا نبتدي أستاذ شاذلي بتقديم خالص العزاء لأسر الضحايا من أبنائنا وأهلينا محافظات الصعيد نتيجة فيضان ديرنا بدولة الأمن. يمكن حضرتك ذكرت الصعيد شهد طفرة كبيرة جدا من تنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات تحقق الحياة الكريمة، ويمكن من أهم توجيهات فخامة السيد الرئيس للاهتمام بالصعيد وهو إنشاء هيئة تقوم بذاتها وبالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة للتخطيط والتنفيذ للمشروعات التنموية بمحافظات الصعيد. خلينا بس نشهد نرى المشهد يمكن ما قبل 10 سنوات والتحديات اللي كانت موجودة، الفقر، عدم توفر فرص عمل، فجوات تنموية، يمكن مشروعات بتنفذ في بعض المدن الرئيسية في محافظات الصعيد، هجرة أبنائنا وشبابنا. ولكن منذ تولي السيد الرئيس رئاسة الجمهورية ومن البرنامج الانتخابي وملف الصعيد يعني من الملفات الرئيسية اللي وجه بها سيادته للاهتمام بها وتنفيذ الحياة الكريمة والتنمية الشاملة المستدامة في محافظات الصعيد. هيئة تنمية الصعيد أحد ثمار هذه التوجيهات، وهي أنشئت بقرار من فخامة السيد الرئيس في عام 2018 وبهدف تخطيط وتنفيذ مشروعات تنموية سواء كان بذاتها أو بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة للتغلب على مشاكل وتحديات كانت موجودة في الصعيد. الهيئة منذ إنشائها وحتى الآن، وهي الهيئة الحمد لله بتتمتع بكوادر ومستشارين وتوافق ما بين الفكر والتخطيط والتنظيم والتنفيذ على الأرض. الهيئة عملت في 4 محاور، محاور تنمية اجتماعية، تنمية صناعية، تنمية زراعية، تنمية بيئية، والحمد لله اشتغلنا لحد دلوقتي منذ إنشائها يمكن لا تعدى 3 سنوات، اشتغلنا في 33 مشروع بيحقق التنمية بداية من القرية والمناطق اللي ما كانش بيصل لها لا كهرباء ولا مية ولا صرف ولا حاجات كتيرة جدا. بننمي أبنائنا في هذه القرى بمشروعات صغيرة، مشروعات حرفية، ثم نصل إلى المشروعات الاستراتيجية اللي بتنفذ على مستوى أقاليم الصعيد. المشروعات دي إزاي اتحددت سيادة اللواء؟ يعني جم الناس، الأهالي جم قالوا إحنا محتاجين، إحنا عايزين، إحنا محتاجين اللي يساعدنا، ولا تم التخطيط وتم بقى اجتماعات كبيرة الناس تعرف اتحط كده خطة أو بلان الناس تشتغل عليها وبالفعل تم تنفيذها؟ التخطيط الناجح استاذه منى لازم يتبني على اسس واحصائيات دقيقه، وعشان نحقق النقطه دي احنا بنعمل زيارات ميدانيه لكل حته في الصعيد، وبنشوف ايه هي التحديات وبنشوف المشاكل، وبنقعد مع اهالينا في الصعيد بنشوف المطالب، وبنبدا نبلور هذه المطالب في مشروعات صغيره ثم ترتقي الى المشروعات الكبيره. الهيئه ليها فكر في انشاء مجمعات صناعيه حرفيه في القرى الصعيد، وده احد مشروعات الهيئه. احنا لحد دلوقتي اشتغلنا في 14 مجمع في ال10 محافظات، هذه المجمعات بتوفر فرص عمل، المجمع متوسط فرص العمل بيصل ل 120 و150 فرصه عمل. المشروعات دي بتحقق تنميه في القريه وفي النجوع، وبتوفر فرص عمل، وبتمنع حاجه جميل، يعني حاجه كانت هجره شبابنا في العقود السابقه ما فيش فرص عمل، فكانوا بيسيبوا القريه وبيسيبوا النجع ويطلعوا للمحافظات الشماليه ويمكن خارج القريه. لكن دلوقتي المواطن الصعيدي لمس اهتمام الدوله
ولمس قد ايه فخامه السيد الرئيس مهتم بالمواطن البسيط للارتقاء بحياته والارتقاء بمستقبل. عظيم. عدد كبير من المشروعات، وزي ما حضرتك ذكرت انه تم في البدايه التعامل مع الاهالي والاستماع اليهم ومعرفه متطلباتهم، وعلى اساسها تم تحديد المشروعات اللي هتتعمل في محافظات الصعيد. هل بعد ما تم تنفيذ عدد كبير من هذه المشروعات تم قياس مدى رضاء الناس عن هذه المشروعات في تلبيه احتياجاتهم؟ اه طبعا طبعا يا استاذ شاذلي، يعني حضرتك انت كده في اي محافظه وشوف استطلاع راي المواطنين، مش مشروعات الهيئه بس ومشروعات الدوله كلها، المواطن الصعيدي حس بذاته وحس باهتمام الدوله وحس ان في قياده سياسيه بتولي اهتمام كبير جدا، وتوجيهات القياده السياسيه لجميع اجهزه الدوله بالاهتمام بالمواطن المصري عامه وبالصعيدي بصفه خاصه. طبعا المواطن الصعيدي لمس حاجات كتيره، لمس طرق، لمس كباري، لمس محطات ميه، لمس كهرباء، لمس اتصالات، لمس ثقافه، لمس تنميه اقتصاديه، كل ده لمسه المواطن الصعيدي، وحاسس قد ايه اهتمام الدوله وقد ايه اهتمام القياده السياسيه بتوفير الحياه الكريمه. ده كان حق من حقوق المواطن المصري ان الخدمات توصل لمختلف الاماكن، ما تبقاش الخدمات متركزه في العاصمه او في المدن الرئيسيه للمحافظات، ولكن وصولها لمختلف المحافظات سواء كانت المحافظات الحدوديه والصعيد وغيرها، لا ده حق لكل المصريين، وده اللي بينص عليه الدستور المصري. كل الشكر لحضرتك اللواء شريف صالح رئيس هيئه تنميه الصعيد، شكرا جزيلا ليك.